هي الفن المصري الجميل. هي لو اتكلمنا عن تاريخها عايز حلقات عشان نتكلم عن أروع وأجمل الأدوار مع النجمة نبيلة عبيد. انت اللي اتنصب عليكي. أفكار جديدة وحاجات جديدة. ازاي نبيلة عبيد استحملت ده؟ قادر اتكلم. هو كان واخدها تحدي لان انا كنت رافضه خالص. يحضر ابني بالقلب بقول له عايز الحمام الصغير والحمام الكبير. لازم تتابعونا سهره خاصه جدا على المحور. احلى النجوم الاربعاء 11 مساء على شاشه المحور.